احنا مواصلين مباشره في الشرح الثانيه. كيلتحق بنا الدكتور عماد ميزه، دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب. صباح النور دكتور عماد. صباح الخير اختي سناء، وتحيه طيبه ليك ولجميع الاخوات اللي كينورونا في هذا الصباح هذا، وكنتمنوا لهم ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه بالطاقه الايجابيه وبالصحه والعافيه يا رب. حنايا طبعا كنرحبوا بكم ايضا على اهلا بكم، صباح سعيد، بدايه اسبوع موفقه لكم. اليوم على الفيتامين دي، كتسمعوا على هذا الفيتامين دي او مؤخرا لقيتي ألل على انه حسيتي براسك متعوبه ملي مشيتي عند الطبيب ودرتي تحاليل قالوا لك عندك نقص في الفيتامين دي؟ بغينا نعرفوا شنو هي هذه الفيتامين دي السحريه اللي كلشي كيهضر عليها، منين كيتم الاستخلاص ديالها باش كتوصل في شكل كبسولات او جرعات اللي كيتبع بها الانسان من بعد العلاج ديالو، وايضا فين غادي نلقاو الفيتامين دي في كل ما هو طبيعي. الا عندك لاله خصاص او نقص في هذا الفيتامين دي مرحبا بك. حنا اليوم كنتكلموا معكم على الفيتامين دي. دكتور عماد، شنو هي الفيتامين دي؟ يعني شحال من سيده، شحال من بنت، شحال من راجل، ولكن نهضروا على النساء لانهم معرضين لهذا النقص في الفيتامين دي اكثر من الرجل. كيف هي الارقام والاحصائيات؟ شنو هي الفيتامين دي؟ فالفيتامين دي بعدا نمشيو التسميه ديال الفيتامين دي، علاش تسمات الفيتامين دي؟ هو انه رابع فيتامينات اللي كيتخترع او اللي كيتلقى على الكره الارضيه. اذا كان الا والبي والسي والدي، يعني كيكون بالترتيب، يعني هي الحرف الرابع في الالفابي. اذا هذا الشيء علاش سماوه الفيتامين تي، لانه بالترتيب. هو في 1922 تم الاكتشاف ديال هذا الفيتامين هذا. هذا من جهه. من جهه اخرى هو ان هذا الفيتامين الناس اللي اكتشفوه لقاو عنده واحد المنافع كبيره بزاف. ان الناس اللي كانوا كياخذوا هذا الفيتامين هذا كان عندهم واحد الصلابه ديال العظام ديالهم، ان حتى الفيتامين دي لما كان كيتعطى المجموعه ديال، لان كنعرفوا دائما كتبدا بالتجارب الحيوانيه هي الاولى عاد من بعد كيمشي الانسان، لقى بان عطى نتائج جيده فاش عطاوه يعني الفئران في الاول، من بعد عطاوه لنوع من الكلاب كذلك باش عطاوه هذا الفيتامين، من بعد فاش مشى تعطى للانسان عطى واحد المنافع كبيره. وهنا هذا الفيتامين دي علاش كيفاش تخترع؟ ان كانوا كيجبدوه من يعني هذاك الدهون ديال السمك، والدهون السمك اللي كانت غنيه بالفيتامين او غنيه بالفيتامين ا، ولكن اكتشفوا بان كاينه شي حاجه اخرى اللي كتعطي هذه القوه ديال العظام، اللي كتعطي واحد كنقولوا حنا واحد الطاقه كثيره للجسم ديالنا. شنو هي؟ فبقات الابحاث حتى اكتشفوا هذا الفيتامين دي. والفيتامين دي اللي غنشوفوا مع بعضياتنا انه ماشي فقط انه كيصلح العظام وتقويه العظام وتثبيت الكالسيوم في العظام، فكيدخل في العديد 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 من المشاكل اللي تقدر تكون عندنا صحيه وحنا ما نعرفوش بان اللي كيكون عندها علاقه بالفيتامين دي، وحنا كنظنوا انها كيكون مشكل اخر. مثلا ان الانسان اللي كيكون عنده مشاكل في البشره ديالو، ان البشره كيكون مثلا فيها الحبوب بزاف، كتكون افرازات الدهون مفرطه، مشاكل ديال لابسورياسيس كذلك حتى هي من المشاكل اللي كيمكن يكون عندنا فيها نقص في الفيتامين دي. المشاكل كذلك ديال لا ديبرسيون، الاكتئاب، ان الانسان كيولي مضغوط، ان الانسان ما كتبقاش عنده ديك الصحه كما كنقولوا حنايا الراحه العقليه ديالو. عاوتاني مشكل اخر ان مثلا كتلقى الانسان كيتجرح ما فيه السكر، ولكن الجروح ما كتلتئمش دغيا، ان الجرح ما كيتجمعش دغيا، فتا هو كيدخل في التركيبه ديالو. كنلقاو العياء الشديد في بعض العضلات، واخا الانسان كيدوز ما كيلقى المشكل ديالو، ان دائما كيبقى فيه واحد الحريق. علاش؟ لان حتى الفيتامين دي يمكن يكون سبب او النقص ديالو سبب في هذه المشاكل. مساله اخرى هو زياده الوزن، ان حتى زياده الوزن يمكن يكون نقص في الفيتامين دي هو السبب ديالها. وكذلك الخصوبه عند الرجال، لان اول مكون واهم مكون في التكوين ديال الهرمونات الذكريه تستوستيرون هو الفيتامين دي. والمزايا ديال الفيتامين دي كباقي يعني على غرار باقي الفيتامينات، فهو فيتامين وهرمون في نفس الوقت. نعم. اذا هذا علاش النقص ديالو كيدير خلل في الهرمونات، النقص ديالو كيمكن يعطينا واحد اضطرابات او عدم توازن في الهرمونات ديال الدس ديالنا. كيرافقني الدكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب. دكتور عماد، كنعرفوا منين استخلصات
الفيتامين دي وكيفاش عاودتي لنا على التاريخ ديالها والاكتشاف ديالها في 1922. شفنا ايضا المنافع ديالها، شنو هي الاعراض اللي كتكون عند المرأة او حتى الرجل اللي كتكون اعراض كتبين انه كاين نقص او كارونس في الفيتامين دي. فاول اول حاجه هو قلنا يعني الاكتئاب او لا ديبرسيون، الانسان أيه؟ كيولي كيحس براسو مضيوم كيف كنقولوا بالدارجه ديالنا، طايح عليك الضيم وما عارفش علاش. اضطرابات النوم حتى هي كيمكن تعطينا هذا المشكل. ملي كنقولوا اضطرابات النوم، واش مثلا الناس اللي كيولي كيطر لهم النعاس في الليل كينعسوا وكينوضوا متعوبين، شنو بالضبط؟ فبجوج بهم انهم ما كيقدروش ينعسوا، ان كينوضوا متعوبين، حتى النعاس ديالهم ما كيكونش، ما كيستافدوش من النعاس داك النوم العميق خاصه. هادشي دائما كنقولوا ملي كنديروا مجموعه ديال التحاليل ولكن ما كنلقاوش السبب شنو هو. نعم. فتقدر تكون الفيتامين دي هو المشكل. مساله اخرى هو قلنا الجروح ما كتلتئمش، ان الانسان ملي كيتجرح الجرحه ما كتجمعش دغيا، وهادي كنعرفوا ان واحد الخصوصيه ديال لي ديابيتيك، يعني ديال الناس اللي كيعانيوا من داء السكري. نعم. وهنا الا كان الانسان ما عندوش السكر فشنو هو المشكل؟ هو الفيتامين دي. مساله اخرى كذلك الحريق في العضلات، هذه كنعرفها بزاف، وماشي غير في العضلات، حتى في العظام. حتى في العظام فكنحسوا بها، يعني كتولي السيده كتحكي انه الا قصتي فيها هكذا مثلا في ذراعها ولا في رجليها ولا في ركبيها ولا في كتفها كتحس بالحريق. نعم. علاش؟ لان المستقبلات ديال الالم اللي كتكون عندنا في العضلات ديالنا. نعم. كتغطيهم الفيتامين دي. نعم. الفيتامين دي كتحمينا من الالم، ولكن ملي كتنقص كيرتفع او كتطلع النسبه ديال الحساسيه ديال الالم، وهنا. نعم. كنوليو كنحسوا بالالم. ولكن اهم حاجه خصنا نهضروا عليها اللي مهمه جدا هي الخصوبه. هو الخصوبه اللي بزاف ديال الرجال ما كيديروش التحليله ديال الفيتامين دي، لان كيديروا النساء اكثر، يقول لك انها عندها يعني الفيتامين دي ناقص. ولكن الفيتامين دي مهم جدا الخصوبه ديال الذكور، لان كيدخل في التركيبه ديال الهرمون ديال التستوستيرون. عاده دكتور عماد، كثير من الشابات اللي من بعد الولاده الاولى او الولاده الثانيه، ملي كتولد المراه وكيجيها هاد الحاله وهاد الاعراض اللي تكلمنا عليها، ملي كدير تحليل كيقولوا عندك نقص الفيتامين دي، واش كاين علاقه مباشره بالحمل؟ فاكيد، لان قلنا الفيتامين دي هو فيتامين وهرمون، ان غير كينقص لنا في الداس كيوقع الخلل في الداس ديالنا، راه هو بحاله العمل ديالو بحاله بحال الغده الدرقيه اللي هي مهمه. هذه مساله. مساله اخرى هو المرض، الانسان كيمرض بزاف. نعم. ملي كيولي كيمرض بزاف هنا دليل على ان المناعه هابطه. والفيتامين دي من المكونات الاساسيه ديال المناعه ديالنا. شنو هو الدور ديال الفيتامين دي؟ الدور ديال الفيتامين دي هو اللي كيفيق المناعه. نعم. اذا كاين مستقبلات يعني كتكون على المناعه. ايه. منين كيلتصق بها الفيتامين دي، المناعه يعني كتفيق، كتولي كتشتغل بحيويه وكتولي كتعرف مباشره، وخاصه المناعه ديالنا او الكريات البيضاء ما يمكنش تشتغل الا ما كانش عندنا نسبه ديال الفيتامين دي كافيه في الداس ديالنا. عندي سؤال اخر على الفيتامين دي. الناس اللي تصابوا بالكورونا او بالكوفيد 19، العلاج البروتوكول ديال العلاج كيرتكز على الفيتامين سي، على الزنك، وعلى الفيتامين دي. علاش كيتعطى في العلاج؟ اذا لانه كيرفع المناعه ديال الجسم، وخاصه كنلقاو انه كيرفعوا ليه حتى في الكميه ديالو ديال. نعم. ديال الدوزاج او شحال كنعطيو فيه، لانه خص يكون 1000، وفي العلاجات ديال الكوفيد كتوصل حتى ل 4000. فهنا كنشوفوا كيفاش كيرفع لينا القوه والحيويه ديال المناعه. واش اليوم ساكنه العالم معرضة أنه يكون عندها نقص في الفيتامين دي أكثر في البلدان اللي نقص فيها الشمس؟ أكيد. فهنا إلا شفنا غير أمريكا بوحدها راه 40% ديال الناس اللي كتعاني من هذا المشكل، وكتبقى 15% من سكينة العالم، راه واحد القيمة اللي هي مهمة. أن غير في المغرب عندنا حالات كثيرة أيضا ديال نقص الفيتامين دي. علاش؟ رغم أننا بلد مشمس. اكيد، لان ما كنستافدوش من الشمس، كنتخباو. الناس كيجيو من على برا كيخلصوا الاموال الباهظه باش يستافدوا من الشمس عندنا، ومع الاسف حنا كنتخباو، كيقول عندك ضربني الشمس عندك تقيسني. فالشمس خصنا نستافدوا منها، مهمه جدا للداس ديالنا، وخاصه ما تنساوش بان راه حنا دوزنا عام وحنا مسدودين في الدار، يعني في 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 يعني دابا نقول واش دابا اليوم كتقول للناس دكتور عماد. نعم. دكتور الصيدله، كتقول الناس يمشيو يضربوا في القد في راسهم الا كانوا عندهم هاد الاعراض، يمشيو يديروا تحليله؟ بالفعل يديروا التحليله ديال الفيتامين دي. يعني حنا اليوم معرضين بحكم هاد الظروف اللي عشنا. نعم. هاد الحجر. نعم. واليوم الانسان نقص الخروج والدخول، ممكن يكون عنده هذا النقص. معلوم يمكن يكون هذا النقص، ولا لاحظنا حتى النسبه ديال التوتر، نسبه الاكتئاب راه هي طلعت في. نعم. في الفتره هذه. إيه. ودائما كنقول حاولوا دائما الفيتامين دي تدخلوها
في التحاليل ديالكم لانها مهمه جدا لانها هي الحياه. فين غنلقاو الفيتامين دي في قلب الطبيعه؟ فين كاينه؟ فغادي نبداو من الاسماك الدونيه. أيه؟ الاسماك الدونيه كاين السردين. أيه؟ كاين انواع اخرى اللي كيكون فيها الدهون. نعم. الجاليه المغربيه اللي كتبعنا من خارج ارض الوطن يعني في المناطق اللي كيمكن يكون عندهم السمك الاحمر كبيره ليهم. رخيص فاستفدوا منه. السمك الاحمر يعني الطون. الطون السلمون يعني يعني اللي كيكون دسم او كتكون الدسم ديالو طالع، لان عندنا 200 غرام في اليوم. البيض ما لقاوش ما احسن من صفر ديال البيض. جوج صفر بيضات فهو كيعطينا القيمه الغذائيه او النسبه ديال 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 الفيتامين دي اللي خاصنا. غتستغربوا كثير، المعدنوس. المعدنوس كذلك من المواد اللي غنيه بالفيتامين دي، والتركيز ديالو فهو كيتعتبر من الاعشاب او النباتات اللي طالع التركيز ديال الفيتامين دي بها. الجلبانه حتى هي من المواد اللي كيمكن نلقاو فيها الفيتامين دي. كاين ناس دابا خاصه في النواحي ديال الرباط، في النواحي ديال الاسفي، يعني اللي كياخذوا بوزروك. فتا هو كنصحكم به، يعني محار البحر عموما. محار البحر فهو جميل جدا، تا هو غني بالفيتامين. وطبعا الشمس اكيد. الشمس هي المصدر الاول لهذا الفيتامين. نعم. شحال المفروض الانسان وشحال المفروض المراه تعرض للشمس في اليوم؟ ربع ساعه على الاقل. على الاقل نعم، ربع ساعه. واحسن وقيته هي الوقيته غادي هي الصباح. هي الصباح من 9:30 حتى ل 11:30 حتى ل 12، فهي غتكون وقيته جميله جدا. نعم. خفتو من الشمس نضربوا الوجه ديالنا بشي حاجه، بشي زيف ولا شي حاجه باش ما تقاسناش اشعه الشمس، ونخليهم يستافدوا من اشعه الشمس. نعم. والبارح كان يوم مشمس رائع وربيعي في نفس الوقت، لانه مع هذه الامطار الخير اللي طاحت في بلادنا. غادي ناخذوا فوزيه، مريم، ومريم وامينه. دكتور عماد انا كنقترح عليك ناخذ الاسئله ومن بعد عاد نرجعوا للاجوبه. الله يخليك، انايا شحال هذه دوزت عند الطبيب قال لي عندك نقص فيتامين دي. اييه. وهذه اسبوع تجيني شي دوخه، عاوتاني مشيت عند الطبيب قال لي عندك الدوره الدمويه ما تدورش، عندك الشحمه في المصارن. ودابا خديت الدواء ودابا شويه، ولكن بغيت الدكتور عماد يعطيني شي وصفه زعما تعاونني على هاد الدوره الدمويه على الفيتامين دي. واخا غادي نجاوبك ان شاء الله. السؤال ديالي هو كان عندي انا كنت كنعاني من فيتامين دي، عندي النقص بزاف، عندي 0.5، والدكتوره قالت لي 70 مده ديال 5 سنين. وانا من بعد الامكانيات الراجل جلس الوليدات المصاريف، يعني درت المده ديال عام. يعني لدرجه ما كنتش كنقدر انا حتى نكمل شي يديا، وهذا كنحس بالالام بزاف. ودابا بغيت نسول واش ممكن نعاود ناخذ بلا استشاره الطبيب، نعاود نرجع ناخذ هذاك الاوردونوس، ولا حتى نعاود عاوتاني نمشي ندير التحاليل من مده جديد؟ سؤال مهم جدا. واخا اختي شنو كانت عطاتك الطبيب؟ عطاتك شي شوكات كتشربيهم ولا شنو الدواء اللي كانت عطاتك؟ كانت عطاتني دوك الشوكات بلا ما نذكروا السميه. اها. كانت عطاتني دوك الشوكات تنشربهم. اييه. كاين اللي فيهم 4 وكاين فيهم 3. اييه. اها. وعطاتني واحد الفاني داخر. وصافي هادشي اللي عطاتني، قالت لي 70 مده ديال 5 سنين، ولكن انا من الظروف هذا ما تبعتش، يعني مده ديال عام صافي وحبس. وقطعته دابا شي عام، يعني تناخذ غير السردين كيف ما البيض كيف ما قلتي الشمس وهذا. ودابا شويه دابا اللي رجعت تلاحقت بالعمل ديالي الحمد لله، لانك تجالس بزاف. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ودابا تنسائل يعني ربما يعني شويه الشيله ديال الفيتامين دي طالعه شويه، ودابا انا يلاه كنتكافى مع نعم. شنو هي اخر مره درتي فيها تحليله امينه؟ دابا شي عامين. شي عامين. وانت دابا اليوم شحال في عمرك؟ دابا انا عندي 41 عام. واخا. وهذا الشيء شحال الوقت باش بداك تقريبا؟ شنو نقول لك، انا ما كنتش عارفه بانه عندي انا النقص ديال الفيتامين دي. أيه؟ لان كنت كنغير تنسواني على القلب كنت هنايا. شحال هذه الوقت باش تقريبا اكتشفتي عندك هذا النقص؟ حاد شي ربع سنين. ربع سنين. واخا. اذا السؤال ديالك واضح، خليك معنا في الاستماع لانه الدكتور عماد غادي يجاوبك عليه ان شاء الله. غادي ناخذ اسئله اخرى السيدات اللي معنا على الخط. نمشيو الان لاكادير مريم، ومريم ايضا من مراكش اللي غناخذوها حتى هي مباشره. الناس ديال اكادير صباح الخير.
بطبيعة الحال انا الفيتامين دي عندي كاين نقص عند الزوج ديالي تقريبا 14 يلاه عرفت تقريبا هاد الشهرين. اللي بغيت نعرف غير هو دابا كيفاش عرف كيف ندخل لي اليدين ديالو. اييه انا في اليدين سورتو دوك الاصابع اللي هما كنتحسو بهم. ولكن رغم انه دابا كياخذ التريتمون متبع مع الطبيب وكلشي ولكن هادوك جوج سبع مازال ما بغاوش يتفشوا. شحال دابا هو كياخذ الدواء اختي؟ دابا تقريبا قرب يكمل شهرين. باقي خاصو شويه ان شاء الله، باقي خاصو 3 شهور وشي ما بعض المرات كتمشي حتى 6 شهور وبعض المرات كتمشي حتى العام. لان علاش والسبب شنو هو؟ باش انت ديريها في بالك ويديروها الاخوات كاملين، ان العروقه ما كتبقاش فيهم المرونه ديالهم. عندك المرونه ديال العروقه منين ما كتبقاش حيت الفيتامين دي كيكون ناقص كيولي عندنا هذا المشكل هذا ديال الانتفاخ. اذا هذا هو علاش. وغير يتبع الدواء ديالو ان شاء الله راه غادي يولي بخير اختي. مكناس، اهلا بالناس مكناس. ابتسام السلام عليكم. عليكم السلام اختي سناء، كيف درتي لاباس؟ الحمد لله الله يخليك. سلام دكتور. واش ابتسام مبتسمه ولا لا؟ مبتسمه الحمد لله. ضروري راه الابتسامه صدقه جاريه. اكيد شكرا اختي سناء. تفضلي. نقول للدكتور عندي نقص ديال الفيتامين دي. في شهر جوج ديال العام اللي فات كنت عرفت راه عندي نقص. وعطاتني طبيبة الدواء شربته 6 شهور. بعد شهرين قول شهر 10 عاود درت تحليلة. لقيته طلع، لقيته 38، هو كان عندي 8. لقيته طلع 38 ولكن باقيين عندي دوك الأعراض ديالو. واحد الكتف عندي كيضرني بزاف وبغيت ما نمشي للطبيب عليه. ما كيضر ما تيقول لي حتى حاجة. شنو كيضر لي شرب ابتسام؟ شنو كيضر لك؟ الكتف ديالك ايه. كنحس بيه بحال طايح. حنا يدي ما لاصقاش فيا، فهمتي؟ ما فهمتش كيفاش نفرحها. عندي واحد الحريق راه دابا كنخدم وكنهضر معاك وواحد الحريق كنحس به راه بزاف، كنصبر وصافي. واخا شفتي طبيب ديال العظام؟ درتي الراديوات ولا ما شفتي؟ اها مشيت عند جوج ديال الاطباء ودرت الراديو تيقول لي عندك غير التهاب وكيعطيني الدواء. كنشرب دوك الدواء ولكن ما كيدير لي حتى شي حاجه، ما كنحسش بشي تغير. فهمت. غير الدواء كتبعي المده ديالو اللي كيعطيك الطبيب ولا مره كديريه مره ما كديريش؟ لا كنتبع كل شيء. شحال هذه تقريبا وانت كتاخذي هذا الدواء؟ هذا الدواء ديال الفيتامين دي؟ لا هاد الدواء هذا ديال الالتهاب. ديال الالتهاب خديته غير في شهر 11 كنت خديته عطاه ليا شي 10 ايام هكاك شربت داك الدواء وصافي. قال لي من بعد قال لي لحسيتي براسك ماشي هذيك راه خصك تقدري ديري الترويض. وحاولتي ديري الترويض؟ لا لا ما مشيتش ندير الترويض حيت فاش قال لي انت ما محتاجه الترويض. فهمتي؟ قال لي ديك غير باش تطمئني ندير لك الترويض. قال لي انت راه ما محتاجه الترويض، راه غير عندك التهاب صافي. فهمت. فشوف الالتهاب ديال هذيك المنطقه في بعض الحالات كيكون هذا المرض هذا ما معروفش، يعني كيكون شي بلاصه اللي كتكون مخبيه. انا حتى في الراديو ولا مثلا حتى الا جينا نقلبوا العضلات ما كيبانوش، ولكن الالتهاب كيكون لداخل، اذا الداخل ديال العضلات. فغادي ننصحك انك والطبيب دابا رجعتي عنده ولا ما رجعتيش عنده؟ ورجعت. هو قال لي ينفع مريش راسك بيه وصافي. قال لي ما ترجعي عنده، ترجعي عنده غتقول لي راه الالم راه باقي، راه ما حيدش، راه باقي عندي داك الشيء اللي كان، راه هو باقي هذه 4 شهور ما باقي كنحس بالدس ديالي هي. اذا انت ملي غادي يعني تقولي له هذه الهضره هذه، هو تما غادي يعاود يشوف، غادي يعاود يلقى معك حل. ولو انه مثلا يعطيك بعض المرهمات اللي كتطلق هذيك المنطقه باش ما تبقاش تخفف عليك، ولا يعطيك بعض المسكنات اللي غتكون خفيفه، وان شاء الله هذا المشكل هذا ما يبقاش عندك صافي. لان هنا حتى ولو انك تستعملي الاعشاب او تستعملي اي وصفه كيف ما كانت، فهذا مشكل داخلي يعني عضوي اللي عندك في العضلات ديالك. راه كاينين ادويه اللي كترخي العضلات، كاينين ادويه اللي كتسكن وكتنقص الالتهاب، وان شاء الله غادي يكون غادي تكوني بخير باذن الله. ان شاء الله ما يكون بس عندك غير خصها اذا تواظب على العلاج ديالها. تواظب ياك دكتور. نعم، وترجع عند الطبيب تقول له تاكد عليه. بعدا تنشكر الدكتور عماد على الوصفات ديالو ديال هاد النزله ديال البلد. جربتها ما شاء الله عليه. الله يبارك فيك. ديال هذيك ديال الوقايه. اييه. معلقه صغيره ديال البابونج. ومعلقه صغيره ديال الحبق. نعم. و10 من الوريقه النعناع الملقم. اييه. ما شاء الله تنديرها لوليداتي في هذا البرد. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله. صحتك وراحتك. الله زهور.
وهذيك بنزاد البرديلة جاتنا تنديك داك جمع ديك الورقات ديال الفخيز. اييه هذيك ما شاء الله حتى هي عليك ما شاء الله الدكتور عماد. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. مرحبا هذا هو انا غنطلب منك تفكرينا حتى بالوصفه ديال الورقه ديال الفخيز لانه اكيد دابا مستمعاتنا كيسمعوا من عندك غيبغيو حتى هما يعاودوا يجربوها. 20 ورقه ديال الفخيز. اييه ونجمد باديانه وحده. نعم. وخمسه د الحبات ديال الورد البلدي. اييه كاس الماء كبير غليان 10 دقائق. نعم. ما يفوتوهاش ويصفيوه ويشربوه في الليل. نعم. ملي بغاو ينعسوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا كنت في فاس عند الوالده كانت عيانه ما يكون باس عندها عرفتي مقابله وليدات خويا. أيه. دابا ملي جيت قالوا لي زعما راه داك الكويت ما بقاش ما بقيناش مشروب سحري. ما شاء الله ما شاء الله والله الا واحد البنيته في الميدسين ساعة ساعة ملي تتمشي للحفاظة تقول لي عمتي ديري لي ديك الكويس. ايوا بصحتها الله يوفقها في الدراسة ديالها وهذه الشهادة كنفتخروا بها لا زهور في حق الدكتور عماد. حنا اليوم كنتكلموا على الفيتامين دي اشنو سؤالك؟ دكتور عماد أنا كاتبة. ايوا كاتبة كتاب دايرة الدكتور عماد. مرحبا. ودابا بقاو تما حفظت الوصفات ديالو. ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. السي دكتور دابا على فيتامين دي عندي سويميين. أيه. دابا عندهم كانت وحده فيهم بحال اللي تجيها الصخفه. شحال في عمرهم؟ شحال في عمرهم؟ عندهم عندها 23 عام. تبارك الله الله يخليهم لك. ايوا ودابا عرفتي ملي تتمشي دير شي تحاليل ولا هذا تجيها بحال ديك الساعه تيطيح لها الطونسيون. قوتي ما واحد الخطره طاحت الوالده وتخلعات ولقينا الطونسيون طاح لها. دابا ملي دارت لي زاناليز لقاو فيتامين دي ناقص عندها. عندها 23 عام البنيه ديالك ياك؟ دابا فيتامين دي لقيناها ناقص لها على البنيته الاخرى حيت تويميين. اييه دارت العلاج تبعات له تريتمون؟ لا دابا دارت لي زاناليز الحمد لله دابا خرج لها التريتمون داك لي زومبول. اييه راهم تتشربهم. ايوا ودابا تنشوفوا على التغذيه دكتور كما قلتي السكتين والصومولا. الصومو الا كان في المتناول حيت حنا كنعرفوا شويه الثمن ديالو طالع غير هو النواحي ديال فاس كاين لا انا دابا في الدار البيضاء. انت في الدار البيضاء ف الصومو شويه الثمن ديالو كيكون طالع. السردين مزيان السردين فهو من الماء الا قدرت تاكل الصومو تاكلو يعني هذا الشيء كيبقى كيرجع لكم. اذا هي كتسول دابا على المواد ياك الطبيعيه باش بغيتي تعاونيها باش تعاونها هي على قبل الفيتامين دي باش تنقص من هذا الحده او لا كارونس ديال الفيتامين دي. عندي لك واحد اربعه الاسئله الله يخليك. ايه يلا نتقاسموا معك. انا عندي انا كيضروني المصارن بزاف عندي لي كاز في المصارن وعندي فقر الدم وناقصه بزاف الوزن وكنتو كتهضروا على الفيتامين دي انا كيضروني بزاف عظامي وانا يلاه عندي 19 عام وكيضروني بزاف عظامي وكنحس براسي دائما سخانه زعما واش هذا المشكل ممكن يكون من الفيتامين دي او لا من فقر الدم. نعم فشوف لا فقر الدم ولا الفيتامين دي اختي كيخص نديروا لهم التحاليل. عندهم نفس الاعراض؟ تعطي هذه الاعراض يقدروا يكونوا الاعراض كيتشابهوا؟ يقدروا يكونوا كيتشابهوا ولكن دائما التحاليل هي اللي كنحكموا عليها باش كنشوفوا القيمه ديال الفيتامين دي في الدم والقيمه ديال لافيغيتين يعني الحديد في الدم وان شاء الله هما اللي غادي يعطيوك هاد يبينوا لك شنو عندك. انت متبعه على الفقر ديال الدم؟ لا شحال هادي مابقيت كنشرب لا دواء لا والو. وضروري شوفي غادي كتجيني قليله بزاف يعني رغم السن ديالي زعما خاصك تجيني عادي مازال صغيره كتجيني قليله بزاف بحال اللي ما كتجيش نهائي. مريم مريم ضروري خصك ترجعي تمشي ديري التحاليل عند طبيب يدير لك الوصفه باش تتبعي معاه. اش من طبيب باش تنصحها تمشي؟ طبيب عام. تبدا طبيب عام وديري التحليل علاش لانه 19 عام راه الدكتور عماد هضر على واحد النقطه مهمه انه هذا النقص الفيتامين دي الا بقى ما تعالجش وبقى مده طويله عنده تاثير مباشر على الخصوبه. اكيد يعني البنات اللي كيسمعونا دابا ممكن تكونوا صغار وعندكم هذا النقص الفيتامين دي وممكن تبغيو تولدوا او تحملوا وما تيجيبش الله وكنقولوا شنو هما المشاكل فهذا ممكن يكون سبب من الاسباب. اكيد هذا يكون سبب من الاسباب ودائما ملي كنكونوا في هذا السن ضروري ولو مره واحده في العام نشوفوا الطبيب. نعم. باش نديروا التحاليل ديالنا ونحافظوا على
داك الهرمونات، اذا نحافظوا على داك داك الخزان ديال الهرمونات ديالنا. نعم، غادي ناخذ سناء معنا الان من مراكش، ثم ايضا ناديه من الدار البيضاء. اهلا بك. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير الاخت سناء، لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. الله يخليك، بغيت نستشر معك على وديت. انا كان عندي هذا المشكل ديال لا فيتامين دي في دابا شي عام ونص ديال، وكنت مشيت عند الطبيب خديت الدواء ديالي، المهم عاود التحليله لقيت تقاد، ودابا من شهر 8 كنت تصابت بهذا الفيروس ديال كوفيد. الحمد لله على سلامتك وربي يخليك، الله يجازيك بخير. المهم كنصحتي مزيان الحمد لله، واخا كنت كنتخف شويه وداك الشيء، المهم كنت كنبقى مزيان وكل شيء. من ورا ما وقع لي المشكل ديال الكوفيد هذا صافي، وليت كنحس بالالام في عظامي، وليت كنخاف، ولا عندي الدقات ديال القلب طالعين، ولا عندي ما كندير اي شويه ديال المجهود، صافي كيخصني نجلس، ما بقيتش كنقدر. واخا اختي شنو كان عندك في العلاج اللي درتي على الكوفيد 19؟ شنو خديتي؟ ما كنتش كاع، خديت لا فيتامين دي، هي اللي ما خديتش، خديت لا فيتامين سي وخديت الدواء ديالي كامل، ولكن لا فيتامين دي ما كنتش خديتها. دكتور بالك تكتبات لك في العلاج؟ عطاها لا ما لا ما لا ما تكتبات ليش. غير السؤال ديالي، السؤال ديالي شحال دابا باش تعالجتي، يعني شحال دابا هذه باش جاك كوفيد؟ جا في شهر 8. المهم جاني في شهر 8، ودابا راه تقريبا دابا تكون شي 7 شهور، هذه 8 شهور بحال 7 شهور. لان شوف، لان هاد الاعراض هذه مورا الانسان ما كيبرى من كوفيد كيبقاو هاد الاعراض واحد المده، على حسب كل واحد والدس ديالو، كل واحد كيفاش الدس ديالو. واش حيت الدكتور سمح لي واخا قطعتك، راني شفت الدكتور ديال القلب وقال لي بلي القلب ما عندك فيه والو، ولكن انا كنحس بالالم جهه القلب ديالي، كنحس بالعضلات القلب عندي كضرني، وهو كيقول لي بلي راه القلب سليم ودرت ليكو ودرت كل شيء. نعم، حيت شوف هذه مساله مهمه اللي شرتي ليها، لان ما تنسيش بان القلب كيغلفوا واحد القفص صدريك، يعني داك القفص الصدري اللي كيغلف القلب كاينين واحد العضلات ما بين هذوك العظيمات اللي كيكونوا في القفص الصدري، ودوك العضلات كاين بعض الناس مثلا اللي يلاه كيبداو مثلا الرياضه، ولا كيديروا شي حركه، ولا يعني كيديروا شي موفمون اللي ماشي هو هذاك، اش كيوقع؟ كيوقع فيهم واحد التمزق بسيط اللي ما كنشوفوش، وحنا كنظنوا بان راه القلب كيضرنا، ولكن كيكون الالم ديال هذوك العضلات. هذا من جهه، من جهه اخرى حتى التوتر، حتى الاضطراب، حتى بزاف ديال الامور، لان راه ما ساهلاش انك خرجتي من هذا المرض الحمد لله على سلامتك، ولكن راه باقي كيبقاو هاد الاعراض الجانبيه، راه بعض الحالات كيوصلوا حتى العام. اذا هادشي علاش انا ما بغيتكش يعني تعمري راسك بهاد الامور. الحمد لله مشيتي عند الطبيب قال لك الامور ديالك مزيانه، ان ما عندكش مشكل على المستوى ديال القلب ديالك. حاولي تاخذي بعض المهدئات، واخا نتقاسموا هاد الوصفه هذه ضد التوتر اللي غناخذوها، ياخذوها كاع الاخوات اللي كيسمعوا لينا. هاد الوصفه غادي تهدئ الاعصاب ديالك وغتعاونك ان شاء الله باش ترتاحي. اذا غادي ناخذ فيها معلقه صغيره ديال النعناع الصوفي، معلقه صغيره ديال المرد الدوش، وباديانا، زيدي عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق، وشربيها كل ليله، وداومي عليها ويداوموا عليها كاع الاخوات لتهدئه الاعصاب. غادي ناخذ الان سناء من مراكش باش نرجعوا دكتور عماد وتعطينا نصائحك على الفيتامين دي. اهلا بك سناء، عفوا ناديه من الدار البيضاء. عندي القواط وكناخذ الدواء ديال القواط وداك الشيء، ومشيت عند المدسه وعطاني تريتمون ديال 4 سنين وانا كناخذو. المهم بلا داعي باش نقول السميه، ياك عارفين ديال الصباح ياك. المهم كتاخذي 50، شحال كتاخذي؟ 50 ولا 100؟ كتاخذي 50 ولا 100؟ كناخذ 100 125، كيعطوني 170، يعني على حساب الحاله ديالتي. كل مره كندير تحاليل. اييه ودابا المشكل ديالي بحال واخا كناخذو كنحس براسي اني العقل ديالي ولاداتي كلها بحال مدنجه، بحال كنصيب نبقى ناعسه ليل ونهار، والمفاصل ديالي كيضروني. دونك مشيت عاود رجعت عنده وقال لي لا مابقاوش فيك القواط، وقطعت الفانيل ديال القواط صافي. بقيت شي عامين ورجعت نفس الحاله. يعني الفشل والخمود، ما نقولش لك دكتور واحد الحاله لدرجه كنبكي، ما كنقدرش نقول للزوج ديالي راني هادي وراني هادي، كندير لي فوق، ولكن ما كنقدرش. فهمت اختي. درتي التحاليل؟ درتي الفيتامين دي؟ شفتيها واش عملتي؟ يا خويا درت دكتور، درت التحاليل وعطوني لا فيتامين دي، مي تبعت غير عند ان جينيراليس، ما بقيتش رجعت عند داك السبيسياليست ديالي. لا ولكن شكون اللي عطاك؟ باردون، شكون اللي عطاك التحاليل؟ واش الجينيراليست ولا سبيسياليست؟ كنت متبعه مع سبيسياليست، عطاوني التحاليل ابغي فاش رجعت عنده قال لي مابقاش عندك صافي. لا الفيتامين دي واش تقاد لك الفيتامين دي؟ فيتامين دي عطاتني ما بين الوحده والوحده كان جوغ،
ياك ثلاثه الجرعات ديال كان جو ثلاثه 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 طوندون كان جو. من بعد قالت لي ملي تكملي كان جو غديري اموا، ولكن باقا دكتور باقا كنحس براسي. دابا شحال تقريبا وانت كتاخديها؟ دابا صافي راه 12 باش كناخذ هذا الشيء، وفي لي كواتر دابا راه شي 7 سنين ولا 8 سنين وانا عندي. واخا اختي ناديه، دونك انا غادي نعاونك ان شاء الله بوصفه للتقويه. دابا نعطيو الوصفه لناديه باش نمروا. نعم. الفيتامين دي ما يكون باس عندك ناديه، وحنا بقربنا معاك، شنو تقول لها؟ فغادي ناخذوا في الوصفه ديالنا، هذه دي وصفه غتكون مقويه، وغياخذوها كاع الاخوات اللي كيحسوا بهذا العياء الشديد وهذا التقويه مع الصباح وكيحسوا براسهم يعني فاتيكي بزاف، يعني كما كنقولوا حنايا ما كيتحركوش، ما عندهمش ديك الطاقه. فغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الكركدي، وغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الباديان، وغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الحبق. هاد المكونات كاملين غادي نزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق مزيان، وكنوليو كناخذوا نص كاس صغير من هاد الخليط نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد العشاء. نعاودوا معاك المقادير. قلنا معلقه كبيره ديال الكركدي، معلقه صغيره ديال الباديانه مطحونه، ومعلقه صغيره ديال الحبق البلدي. ملي كتقول باديانه مطحونه يعني كنجمع غادي تكون مطحونه غبره، وكنهزوا منها معلقه صغيره. شحال يعني شحال من حبه غنطحنوا باش ناخذوا قياس معلقه؟ فغناخذوا واحد 10 ديال الحبات يتطحنوا ولا راه كتباع مطحونه عند العطار. اييه. وغادي ناخذوا قلنا معلقه صغيره ديال الحبق البلدي، معلقه صغيره ديال الباديانه مطحونه، ومعلقه كبيره ديال الكركدي. هاد المكونات غنزيدوا عليهم كاس كبير ديال الماء المغلى حتى يطلق مزيان، وكناخذوا نص كاس صغير نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد العشاء، وكنداوموا عليه دائما حتى كنحسوا براسنا اننا ولينا مرتاحين والطاقه ولات عندنا في التسليم. اذا هذا مشروب كنصحوا به كل البنات والسيدات اللي ملي كيفيقوا في الصباح كيكون فيهم هذاك العيا، متعوبين واخا تنعس السيده واخا ترتاح كتقول كنفيق كنكون متعوبه. نعم. طبعا علما انه كناكدوا على ضروره التحاليل باش تعرف شنو السبب ديال المشكل. هذه فقط وصفه للمساعده. شفنا كثير من السيدات اللي عندهم نقص الفيتامين دي، باش ممكن نساعدوهم دكتور عماد انت رئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه، السيده اول شيء شنو خاصها دير؟ تبع العلاج. تبع العلاج ديالها هذا مساله ضروريه. هنا دابا الصيدلاني اللي كيهضر. فالعلاج ديالها لان كل سيده وشحال على حسب القيمه ديال الفيتامين ديالي ناقصه، فكاين اللي كيعطيها الطبيب على شكل اقراص كيما اللي كيتشربوا ولا غبره، وفي بعض الحالات ملي كيكون مركز وهابط بزاف كيعطينا دوك لي زامبول او دوك ليبرات اللي كيتشربوا. شحال المعدل ديال المده العلاج تقريبا؟ ما بين 3 الى 6 شهور ولا ممكن تكون اطول؟ تقدر تمشي حتى العامين. نعم على حسب الحاله. على حسب الحاله وعلى حسب شحال هذاك الفيتامين دي، الامتصاص ديال الفيتامين دي في الذات، او السرعه ديال الامتصاص ديال الفيتامين دي. نعم عاده شحال كيتنصح يتخاد من مره هذوك الكبسولات ديال الفيتامين دي؟ فالفيتامين دي لكانوا غير الكبسولات الخفاف اللي كيكونوا كوم كومبليمون اليمونتير، يعني غير مكمل غذائي بسيط، فكنقدروا ناخذوا وحده في النهار مثلا. حتى على حسب كل شركه شحال كتكون دايره ديك القيمه ديالها. الا كان مركز بزاف فكنمشيو حتى الامبول، يعني اللي كيكون في شكل ابر كيتشرب، وهذوك الكبسولات اللي كيكون فيهم بحال الزيت، هو كيكون مزيت، هي راه زيت، لان الفيتامين دي من الفيتامينات التي تحب الزيت، يعني كتذاب في الزيت ما كتذوبش في الماء، ما كتحملش. نعم. مع الماء. إيه. داكشي علاش كتكون دائما وكان كيكونوا في كبسولات، لان دوك الكبسولات. اذا في هذه الحاله العلاج تقريبا شحال كتكون يعني المعدل ديالو؟ مره كل شهر كناخذوا مره في السيمانه، مره في السيمانه ديال الابر في الشهر، ولكن هادشي كامل كيحددوا لنا القيمه بشحال هابط لنا الفيتامين دي. اذا باش السيده او المراه تعالج على نقص الفيتامين دي خصها دير الدواء ديالها ضروري باش غادي تصاحبوا للمساعده. فكاين عده قلنا مكونات في المطبخ ديالنا اللي يمكننا ناخذوا فيها الفيتامين دي. نبداو بالبيض اللي هو في المتناول ديال الجميع. إيه. الجلبانه، الحمص كذلك حتى هو من المكونات اللي كيكون فيها الفيتامين دي مركز. الفطر، لي شامبينيون حتى هما. الفطر الطري جميل جدا، وكيلو ديال الفطر الطري كيضاهي 5 كيلو ديال اللحم، باش هذه المعلومه نعطيها تكون عندكم مهم جدا للصحه، وخاصه في هذه الفتره هذه ديال البرد وديال يعني ديال الانسان كيكونوا الامراض كثيره. نعم. كاين الزنجلان اللي كنهضر عليه دائما، الزنجلان اللي كيعاوننا في تثبيت الفيتامين دي، كيقلب لنا على ان الزنجلان الا كليناه كيقلب لنا على الفيتامين دي في الذات في اي اطعمه كليناها، وكيجيبه وكيركزوا لنا. نعم. السردين
المعدنوس كذلك، الحريقه الحرشه لاختي اللي دائما كنهضر عليها اللي كنديروا معلقه صغيره ديالها في واحد زلافه ديال الحسوه بالحليب ديال الشعير ولا ديال السميده اي ولا ديال الذره، فكل منطقه وكيفاش كتصايبها كنخلطها كطيب هذيك الزلافه وكناخذوها كنصايبوها وكنديروا فوق منها معلقه صغيره ديال الحريقه الحرشه اللي هي غنيه جدا بالفيتامين دي ومركزه بالفيتامين دي، فهذه كلها مواد كيمكننا نستافدوا منها وتعطينا فائده للصحه ديالنا. اذا الحريقه الحرشه هنايا احسن طريقه للاستفاده منها فغناخذوها يابسه، تكون الحريقه الحرشه يابسه كتخدم المعشابات. نعم موجوده، واش تغسلها السيده تيبسها تنقيها؟ هي كتخدم يعني كتنشف وكتغسل بعدا وكتنشف وكتيبس، فهي كنلقاوها واجده بحال شكل اللويزه بحال كما كناخذوا اللويزه. يعني جاهزه للاستعمال. واخا الله يجازيك بخير دكتور عماد، حنا كنعرفوا انه في هذه الفتره ديال الكوفيد يعني مثلا السيده الا غتشري واحد العشبه وغتشريها بالعبار شنو هي احسن طريقه باش تعقمها بلا ما تغسلها؟ فالتعقيم يعني نحاولوا نخشيوها في الفران، اذا الفران نعرضوها لدرجه حراره مرتفعه يعني كيتعقم حتى طيب داك الخبيز ديالها ولا طيب داكشي اللي غطيب. وتبارك الله السيدات كلهم دابا تقريبا ولا عندهم فران كل وحده على حسب الامكانيات ديالها. أيه؟ كنخشيو هذيك المواد داك الاعشاب اللي عندنا كنديروها في داك الفران كتصهر فهي كتعقم بالطريقه. اذا الحريقه الحرشه السيده تبدا تستعملها فاش مثلا دير منها شويه في السلطه ديالها. في السلطه ديرها في الصوبه اكثر. أيه؟ الصوبه مثلا طيب، الا ما قدرتش مع السخونيه. الا ما قدرتش مثلا انها ديرها في الحسوه ديرها مع الصوبه فغتكون مزيانه، ولا غير معلقه صغيره ديال الحريقه الحرشه نديروها في كاس صغير ديال الماء مغلي. أيه؟ حتى يطلق ونشربوها كل ليلة، فهي غنستافدوا منها بجميع هالطرق هذه. نعم أمينة، كان السؤال ديالها واش ترجع تاخذ نفس الروشيطة نفس الوصفة ديال هذه خمس سنين؟ ما ناخذوش أوردونوس كنعاودوا ناخذوها، لا كنمشيو عند الطبيب عاوتاني كنديروا التحاليل، لأن كل شيء كيتبدل. نعم. حتى دوك القيم ديال اللي كتكون عندنا كتبدل مع الوقت، فخصنا نعرفوا بعدا القيمه ديال هاد الفيتامين دي. نعم. تالي وصلت لينا باش نعرفوا العلاج. الا السيده دارت العلاج ديالها وبقاو عندها الاعراض كيف سمعنا في السؤال. نعم بقاو الاعراض، اذا خصها ترجع عند الطبيب دائما الاتصال، دائما تحاولوا تبقاو على اتصال بالطبيب اللي كيكون خاصه في هاد الامراض حيت هادشي مزمن. ما كنبقاوش مرض غير عادي، ضروري نبقاو مع الطبيب ديالنا اللي كنتبعوا معاه، خاصه كل واحد عنده مرض مزمن كيكون عنده واحد الطبيب اللي قار اللي دائما كيمشي عنده وكيرجع لعنده. نعم السيدات اللي كيولي عندهم الام ديال العظام ديما، الم العظام شنو الحل؟ فالم العظام كاين مسكنات اللي يعني اللي كتعاون، او كاين مثلا بعض الوصفات الطبيعيه كما كنعطيو، ولكن كتكون دائما غير لنقص الاعراض، حيت حتى العظام فيه درجات ديال الالام درجات ديال الامراض، وهنا ضروري كيخص المرافقه الطبيه. عندنا ايضا سؤال على فقر الدم، عندك واحد الوصفه خاصه بك دكتور عماد؟ فغادي ناخذ معلقه كبيره ديال الكركدي ومعلقه صغيره ديال الفوه. أيه. اللي كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء اللي كيكون كاس كبير عفوا ديال الماء مغلي حتى كيطلق، نحطوها فوق العافيه تطلع الغليه الاولانيه، من بعد كناخذوا كاس صغير من هذا الخليط كل صباح نص ساعه بعد الفطور. بالنسبه للحريق والالم اللي تكلموا لنا عليه السيدات، هل هناك وصفه؟ فغادي نديروا معلقه صغيره ديال الزعتره، وغادي نديروا معلقه صغيره ديال الزعتر، اذا غنخلطوا التيمون مع الكوغفاكرول. الزعتره والزعتر. والزعتر معلقه صغيره بنفس القياس. بنفس القياس. وورقه ديال سيدنا موسى هي لينالون الماده اللي فيها مسكنه. هذا الخليط غادي نزيدوا عليه كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنحطوه فوق العافيه حتى كطلع الغليه الاولانيه، من بعد كنخليوه ليله كنصفيوا هذا الخليط، وهذا الخليط كنوليو كندهنوا به الاماكن اللي عندنا فيها هذا الحريق اللي عندنا فيها هذا الالتهاب كل ليله، وان شاء الله غادي يساعدنا باش يهمد علينا هذا الحريق. واخا بالنسبه ايضا النفخ قبيله سمعنا، واش من الاعراض ممكن الانسان يكون جالس وتنفخ له يديه او المفصل ديالو المرفق ولا مثلا البوانيه كيتنفخ، واش هادي من الاعراض ديال نقص الفيتامين دي؟ فالاعراض المباشره ان من الاعراض اللي كتبان، علاش قلنا ان ما كتبقاش المرونه ديال العروقه، كتمشي لهم المرونه ديالهم، حتى العظام حتى هما ما كتبقاش القوه ديالهم. إيه؟ فهذه كلها امور كتكون عندها علاقه، اذا كيكون كما كنقولوا حنا من التحاليل اللي كدار الاولى هي ديال الفيتامين دي. دكتور عماد، واش نقص الفيتامين دي ايضا كيؤدي النشوفيه ديال البشره واللون الشاحب وكيؤدي لتساقط الشعر؟ من الاسئله اللي كتوصلوا بها على الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك. فنقص فيتامين دي قلنا كيؤدي
ديال المرض المزمن ديال نشوف هذه البشره اللي هو لابسوريازيس. اذا هنا كيكون تاثير مباشر ديال الفيتامين دي على هذه الامور. تساقط الشعر اكيد لان قلنا هو فيتامين وهرمون. البسوريازيس بالعربيه اللي هي الصدفيه. الصدفيه والهرم، وان كما قلنا الفيتامين دي هو فيتامين وهرمون. نعم. اذا الا نقص بحال نقص لينا شي هرمون في الداس ديالنا. نعم. عندي ايضا سؤال اخير، انت دكتور في الصيدله، الفيتامين دي من المواد اللي ممكن اليوم اي انسان يشريها بدون وصفه طبيه، وهذا الشيء كنشوفوه. الا كثرنا من استهلاك الفيتامين دي عاوتاني شنو كتقدر تكون الاثار ديالها؟ في بعض الحالات رفع الدقات ديال القلب، في بعض الحالات كذلك كياثر لنا على الكبد لانه يمكن يسمم لنا الكبد. نعم. والدماغ كياثرنا على الدماغ ولا على العروقه ديال الدماغ. فاكيد. والمكملات الغذائيه دائما يمكن ناخذوها او خصنا ناخذوها بالاستشاره ديال الطبيب ولا المساله مفروغ منها. يعني خصنا دائما نستشروا مع الصيدلي ولا الصيدلانيه ولا الطبيب ولا الطبيبه باش يمكننا ان ناخذوا هذه المواد هذه. سام كتسول واش الشريحه فيها الفيتامين دي؟ ما كاينش علاقه، ما كاينش علاقه بين المكسرات والفواكه الجافه. القرقع، القرقع اكثر، القرقع فيه فيتامين دي مركز بواحد القيمه اللي هي كبيره بزاف. نعم. عندنا ايضا تحيه وشكر لك دكتور عماد. مرحبا. حنان كتسولنا واش هذه الوصفات صالحه للمراه الحامل، سؤالك مهم. اكيد هذه الوصفات يمكن لها تاخذهم المراه الحامل لان ما عندهاش علاقه بالرحم، فهي تاخذهم وان شاء الله يعطيوها نتيجه. نعم. حنا كنشكروا دكتور عماد. وايضا عندنا عمر اللي كيسولنا واش نقص الفيتامين دي ياتي على الخصوبه، وهذا كنتي هو باش بدينا الحصه ديالنا. فيؤثر مباشره على الخصوبه لان الفيتامين دي كيدخل في التركيبه والتكوين ديال الهرمونات الذكريه. نعم. اذا هذه بعض الامور اللي نقولوا للازواج ان شاء الله اللي هما كيبحثوا على الانجاب وما جابش الله انه بعض الامور وهاد النقطه هذه ديال الفيتامين دي ردوا لها البال، وقدر عند المراه ك عند الرجل ياك دكتور. بجوج اكيد بجوج، وحيت علاش؟ حيت بزاف ديال الرجال ما كيهتموش بالفيتامين دي وما كيقلبوش عليه. نعم. فكنصحهم حتى هما يبدا يدخل عندهم في التحاليل ديالهم. نعم. شكرا لك دكتور عماد. هذا واجب اختصاصي. كنذكر بانك دكتور الصيدلانه والمختص في العلاج والتداوي بالاعشاب. دكتور عماد اللي بغى يتواصل معك مباشره، فالصفحه الرسميه على الفيسبوك جرين فار او الرقم المهني 06 61 28 99 78.